خلا مع بعض بيتعرف هنا وهناك زي الرشايدة مثلا ولا دي البعيدين؟ لا، الرشايدة طبعا هي قبيلة من السعودية، جات استقرت في 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 كسرة. بس يعني قصدي هنا ما بقول له دبي وبعد دقيقة، ما عندنا. انت حسب ما سألتي قلت في كلام مشترك. أيوة. لو مشيتي بورسودان حتى في الكلام العربي في بورسودان، يعني يقول لك زمان ايام يقول لك القفة، يعني السودان ده كله بيقول قفة، ما عدا ناس بورسودان ما بيقول قفة، بيقول شنو؟ زنبيل. زي ناس جدة زنبيل. ايوة بالضبط. احنا اللغة العربية عندنا في السودان هي جاتنا لغة الحجاز. يعني لغة الحجاز هي الأشبه بينها باعتباركم انتم معبر يعني كثيرة. أيوة. السودان كله عموما يعني. أيوة. فبيقولوا ناس بورسودان بيقولوا الزنبيل، الملاية يقول على الشرشف. ايوه صح، نفس الكلمات الموجودة. أيوة. هنا. نعم. لكن قصدي منطقتكم انتم بتاعت الهدندة والبجا هنا ما في كلام زيها في لا في اللغة البجاوية. ايوه في اللغة البجاوية ما أظن. ما في اللغة البجاوية. لغة قديمة جدا البجاوية. أيوة. بس اللغة العربية المشتركة بين اللغة العربية في اللغات العربية. أيوة. في الشباب أسي متمسكين باللغة دي ولا زي شوية كده؟ لا متمسكين الشباب على الكبار على النساء على الرجال كله. لكن أنا مش عارف ناس جدة يعني أنا ما بحس بأنه في فريق بين اللهجة السودانية يعني كثير يعني. والله حاجة بسيطة كده حاجات يعني. بسيطة. أيوة الفريق يعني الكلام السعودي في جدة بيختلف من كلام الرياض على فكرة على منطقة تانية. أيوة. يعني وأشوفي في 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 أنا شفتها في برشلونة في فرقة بتاعت هنا. أيوة. اللي هي في برشلونة بيسموها المزاورية. في جدة في المزاورية دي مزاورية في البلد. أيوة يسموها المزاورية. يعني نحن نعرف طلال المداح. طلال المداح نعرف تعرف من 200. انا طالب في السنه وفي 70 في 60 هو محمد عبده صح في 60 ليه